السلام عليكم حبيباتي ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وألف صحة وعافية. اليوم حبيباتي حبيت نقدم لكم كيكة الأوريو، لكن بطريقة مختلفة نوعا ما، بمظهر راقي وجذاب، إن شاء الله تنال إعجابكم. وقبل ما نبدأ في الوصفة وفي طريقة التحضير، ما تنساوش إذا أول مرة تشوفوا قناتي تعملوا لي اشتراك وتضغطوا على زر الجرس اللي يكون بجانب زر الاشتراك حتى توصلكم جميع الفيديوهات، وتعملوا لي جامل الفيديو إذا عجبكم الفيديو، وبارتاجيو لفيديو التوعي. إن شاء الله نبدأ بسم الله على بركة الله. نحتاج كمقادير للكيك، لأنه عندنا مرحلتين، أولا عندنا نحضر الكيك ثم نحضر الكريمة. نحتاج الكيك تاعنا إلى 3 حبات تاع بيض، كيس ونص تاع خميرة كيميائية، خميرة الحلوى، يعني 15 غرام. نحتاج إلى بسكوي الأوريو، أنا هنا ما استعملتش بسكوي الأوريو وإنما استعملت هذه ماكسون، يعني هذا اللي كان متوفر عندي، ولكن من الأحسن أنكم تستعملوا بسكوي الأوريو، يعني النكهة تاعو تجي أبن راكم عارفين، ولكن إذا حبيتوها تكون اقتصادية أكثر، نعم عادي تستعملوا ماكسون، أو كاين نوعيات أخرى أيضا تشبه بسكوي الأوريو. ونحتاج منها إلى 180 غرام، انا هنا احتجت تقريبا الى علبتين، يعني العلبة الثانية علبة كاملة، والعلبة الثانية قلحت منها تقريبا 3 حبات فقط، يعني تقريبا علبتين من هذا الحجم. اما اذا استعملتوا اذا استعملتوا بسكوي الاوريو يعني تحتاجوا الى 20 قطعة من هذا، ولكن هذا موش نفس الوزن مع الاوريو، فهموني البنات. هذا استعملت 180 غرام، يعني تقريبا علبتين من هذا الحجم، هذه العلبة الواحدة فيها 110 غرام. أما إذا استعملت بسكوي الأوريو فتستعملوا 20 قطعة. وكذلك نحتاج إلى نصف كاس تاع سكر أو ما يعادل 150 غرام، نحتاج إلى نص كاس تاع حليب ما يعادل 150 مليلتر، ونحتاج إلى ثلث الكأس تاع زيت ما يعادل 75 مليلتر تاع زيت. دروك نخلطوا كل شيء هنا في الخلاط، وهذه الكيكة سهلة في طريقة التحضير تاعها. نبداو يعني نفرغوا كل شيء هكذا، نخلطوا كلش مع بعض زيدو زيت. 3 حبات تاع البيض، هكذا نضيفو البسكوي تاعنا، ونضيفو الخميرة الكيميائية. يعني هذه الكيك ما نحتاجوش فيه الى دقيق. درك نزيدو هذه فقط نصف العلبة، نصف الكيس فقط، نخلطو كل شيء في الخلاط. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه، شوفوا. نفرغ خليط الكيك تاعي هكذا، يعني دروك هذه ندخلها مدة نص ساعة للفرن، على فرن مسخن ب 180 درجة مئوية. ندخلو نص ساعة ونرجع لكم نقطعو الكيك تاعنا. إذن حبيبتي هذا هو الكيك تاعنا، بعد ما خرجتو من الفرن خليتو برد، ودروك نجيبو نقلبوه، يجي بزاف خفيف هذا الكيك. هكذا
القوام تاعو يجي كأنه مسقي. شوفوا شوفوا هذا بفضل الكريمة. درك نقطعوه قلوبه، شوفوا بهذا الشكل هكذا. نحضروا الكريمة، ونحتاج في الكريمة تاعنا إلى 3.5 كيسان تاع حليب ما يعادل 850 مليلتر حليب، 4 مغارف كبار تاع فلان. إذا استعملتوا الأكياس الصغيرة تاع لي بواط الصغار، يعني استعملوا الأكياس اللي تخلط فيه 0.5 لتر تاع حليب، تستعملوا كيسين. يعني أنا هنا الفلان تاعي العلبة لكل 0.5 لتر من الحليب كاين 2 مغارف، يعني هنا درت 4 مغارف تاع فلون بذوق الفانيلا. عندي هنا 3 مغارف كبار السكر، يعني والسكر حسب الذوق، يمكن تنقصي يمكن تزيدي. وعندي هنا 60 غرام تاع مايزينا ما يعادل 3 مغارف كبار بومبي بهذا من هذا الحجم هكذا، تعمري المغرفة هكذا بيان يعني. وعندي كذلك نحتاج الى 2 علبات ياغورت دانيت كراميل. هذا كما راكم تشوفوا الوزن تاع 90 غرام. يعني دروك نبداو نحضروا ونديروا الفلون تاعنا، نخلطوا كل شيء مع بعض والسكر ونضيفوا لا مايزينا او نشاء الذره هكذا. بس هكذا بعد ما خلطتهم مليح درك نحطهم على نار متوسطه ونستمر في التحريك بهذه الطريقه حتى يعقد الخليط تاعي ويولي كريمه. وفي الاخير نضيف له ياغورت دانيت. هذه الكريمه راهي وجدت، غير يبدا يغلي الخليط، نحوه من عند النار ونضيفو ياغورت دانيت كراميل هكذا. نزيدو العلبة الثانية، لوغو تاعو يجي هايل، تاع لوغو تاع هذه الكريمة يجي هايل بهذا دانيت كراميل. نخلطو القالب تاعي هذا وينيا كما راكم تشوفوا، ونفرغ فيه كمية من الكريمة هكذا. انا درت هنا بابي فيل هكذا باش ما يتلصقليش الكريمة، يعني ندير غير كمية فقط هكذا. ودرك ندخل هذا المول تاعي اللي فيه الكريمه في القاع تاعو، ندخلو للفريجيدير مده 5 دقائق حتى تحكم روحها الكريمه شويه، ونعاود نولي لكم. اذا انا هنايا هاينا الكريمه تاعي شدت روحها، يعني ندخلها الثلاجه فقط مده 5 دقائق. درك نجيب البسكوي تاعي او الكيك اللي كنت طيبته، شكلته على شكل قلوب هكذا غير بشويه، يعني نرفدو غير بشويه ونحطهم هكذا، نحطهم بهذا الشكل هكذا. حاول نوريكم
هكذا هكذا، ودركم في الرغ باقي الكمية تاع الكريمة فرخها هكذا. يعني حبيبتي هذا هو الكيك تاعنا، بعد ما دخلته للثلاجة خليته ليلة كاملة، نزحته من المول ونحيت البابي فيلم. هذا هو الشكل النهائي بعد ما قطعته، نتمنى ينال إعجابكم، جربوه يعني رائع جدا المذاق تاعو. نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله.